من بعد فرحنا بفوز منتخبنا المغربي على نظيره الإسباني، هذه بعض الملاحظات التي يجب تجنبها والتي لاحظتها في المقابلة مع إسبانيا. الملاحظة الأولى، بعض التمريرات الخاطئة. عدم التمريرات الخاطئة والتركيز على تمريرة الكرة بشكل دقيق لباقي أفراد المنتخب المغربي مع توقع لاعبي منتخبنا بشكل مناسب عندما يكون زميلهم يملك الكرة، حتى يفتحوا العديد من الخيارات للتمرير حتى يضيع الخصم بشأن لمن ستمرر الكرة. ملاحظة ثانية، المهاجمون يجب أن يكونوا سريعين يقيدين وبتركيز كامل داخل الملعب، فلو كان مهاجمنا سريع ودقيق ولديه تركيز لما ضيع 3 فرص حقيقية مع إسبانيا، وهذه حقيقة لا يجب أن ننكرها، فكانت ستحسم النتيجة لصالحنا قبل ضربات الجزاء. ملاحظة ثالثة، الدقائق الأخيرة من الشوط الأول والثاني هناك بعض غياب التركيز وخروج عن النهج المعتمد في طول الأشواط، فالخصم يحتاج فقط لدقيقة لتسجيل الهدف، وبالتالي لا مجال لغياب التركيز ولو لثانية، والمرجو الانتباه للدقائق الأخيرة من الشوط الأول والثاني. ملاحظة الرابعة، في بداية المقابلة مع إسبانيا لاحظت أن حارس منتخبنا احتفظ بالكرة حتى كاد أن تضيع منه لصالح إسبانيا، مع أن الحارس كان أكثر من رائع في ضربات الجزاء ولكن وجب اليقظة. والملاحظة الأخيرة، جمهورنا المغربي الرائع في قطر عليه استمرار التشجيع كما العادة، تحفيز اللاعبين بشكل مستمر وإن شاء الله مربوحة، وكلنا ثقة في فريقنا المغربي وطاقمه على رأسهم السيد وليد الركراكي والجمهور الغالي. الخلاصة، التركيز زائد الثقة في النفس زائد عدم التمريرات الخاطئة زائد السرعة لدى المهاجمين وتشجيع الجمهور بشكل متواصل يساوي مربوحة إن شاء الله. وديما المغرب.